في بعض شهادات طالعه من فلسطينيين اللي هم المصابين في قطاع غزه اللي دخلوا مصر وما عددهم مش كبير، يعني ان بيتعاملوا معامله سيئه جدا هم وبعض المرافقين معاهم في المستشفيات المصريه. الصحفية المصرية رشا عزب كتبت على حسابها على تويتر ان في ناس اتنقلوا مستشفى في العاصمة الإدارية الجديدة، ناس راحوا الشيخ زايد، ناس راحوا مش عارف فين. في بنت فلسطينية اسمها هديل كامل كتبت على تويتر الكلام ده، وبعدين حصل عليها هجوم شديد جدا فحذفت التويت بتاعتها. وفي كمان صحفي فلسطيني اسمه ياسر من قطاع غزة كتب برضو انه اخوه حكاله من مصر ان في مشاكل كبيرة جدا بيواجهها المصابين الفلسطينيين في مصر. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لما بيقولوا ان هم كأنهم في سجن، متحوط عليهم في بعض المستشفيات بقوة أمنية كبيرة جدا. الأماكن اللي هم فيها أو المستشفيات عبارة عن سكنات عسكرية أو أمنية، ممنوع أن حد يقرب منهم، ممنوع أن يتكلموا مع حد، ممنوع المرافقين بتوعهم يخرجوا برا القسم اللي هم فيه، ممنوع أن هم ينزلوا في أي مكان، ممنوع يشتروا شرايح إنترنت أو اتصالات أو مش عارف كذا. الكلام الحقيقة أنا وفقا للشهود، يعني أنا في الفيديو ده مش بقولك إن ده حاصل أو مش حاصل، أنا بحكي لك إن في بدأت شهادات تطلع من مصادر مختلفة بتقول ان في ازمه للمصابين الفلسطينيين في قطاع غزه. هل وزير الصحه خالد عبد الغفار عنده علم بالقصه؟ هل وزير الداخليه المصري عنده علم بالقصه؟ هل وزير الدفاع، الخبرات العامه، رئيس الجمهوريه؟ اتمنى ان يكون في رد من الدوله المصريه، لان دول اخواتنا الحقيقه، ما نبقاش احنا والاسرائيليين عليهم. كفايه اللي هم شافوه في قطاع غزه، فكره ان هم يجوا. انا فاهم طبعا انه لازم يكون في اجراءات امنيه بتتخذ والكلام ده، لكن مش لدرجه ان هم يتحبسوا في المستشفى او يحسوا ان هم خرجوا من قطاع غزه في القصف فراحوا هناك في سجن في مصر اسمه المستشفى. اتمنى ان الحكومه المصريه ترد بسرعه وتوضح الكلام ده، لان دي شهادات خطيره. احنا مش كده، الشعب المصري مش كده، المفترض ان الحكومه المصريه ما تبقاش كده. ومحدش يدخل يقول لي اصل انت بتنتقد ومش بتنتقد، انا بقول لك ان في حاجه لو هي صحيحه فعلا فدي كارثه وحاجه سيئه جدا في حق مصر تجاه اشقائنا الفلسطينيين.